يعني النهارده احنا في البيت الكبير، يعني احنا بالنسبه لنا يوم غير عادي بصراحه. يعني احنا كنا فخورين جدا جدا كلنا كاهلاويه، واعتقد كمصريين كمان كنا فخورين طبعا بتواجد النهارده الكابتن محمود الخطيب لتسليم طبعا جائزه نادي اكثر تتويجا في الشرق الاوسط وافريقيا ونادي القرن الافريقي. تابعت الحفله وهذا الانجاز الكبير ازاي يا استاذ محمود؟ لا، يوم استثنائي للنادي الاهلي، التواجد في المحفل الكبير ده في يعني مجلس دبي الرياضي حاجه مهمه جدا. روعه التنظيم وحضور النجوم ووجود النادي الاهلي مؤثر في كابتن محمود الخطيب رئيس النادي في اللحظه دي، ده شيء مهم جدا ولا تقدر يعني بقيمه ماديه، لا ده قيمه معنويه كبيره جدا وقيمه ادبيه تضاف الى قيمه الاهلي. يعني وجود الاهلي في المحفل كان شيء مهم جدا، وده ما جاش كده من فراغ، ده تعب سنين، مش تعب سنه واحده، لا تعب سنين ومجالس وعمل وادارات ولعيبه واداريين وعمال وموظفين، كل واحد قدر بيأدي دوره حتى يصل الكيان وينتقل من درجه الى درجه حتى يصل باذن الله تعالى الى القمه. تواجد الكابتن في المحفل كان شيء مهم جدا، تواجده بين يعني نجوم الكره العالميين من رونالدو وعد زي ما انت عايز من رئيس ريال مدريد، من رئيس الاتحاد الدولي طبعا، غير بقى الشيخ محمد بن راشد هو راعي يعني الحفل طبعا. ده شيء يعني دلاله واضحه على قيمه الاهلي، قيمه الكيان واسمه الكبير جدا اللي وجوده في هذه الاماكن وفي هذه في المحافل بيضيف كثير ليها كمان، يعني ليس بالبداء بيضيف كثير جدا، وهو كمان ايضا يعني بيلمع، فالاهلي كالذهب يعني ياتي وقت يلمع فيه بهذه الصوره، يصل بها الى هذه المرحله دفعه معنويه. يعني عاوز اقول ختام رائع ل 2020 بالنسبه للاهلي والاهلاويه، فرحه كبيره جدا، فوز بالثلاثيه دوري ابطال افريقيا هو اللقب الاهم والاقوى والافضل بالنسبه للاهلي وعشاقه، ايضا بالاضافه للدوري وكاس مصر، لكن الوجود في هذه اللقطه كان شيء مهم جدا. ببارك للاهلي وجمهوره، بقول يعني دي خطوه من ضمن خطوات يعني تدعيم الكيان ووضعه على الطريق الصحيح، استمرارا للهدف المنشود الوصول الى اعلى، استمرارا لتحقيق مزيد من البطولات. كلمات كابتن النهارده يمكن حتى وجه اكثر من رساله، وعجبتني كلامه للنجم الكبير محمد صلاح، رساله مهمه جدا.